سبع ماء عرقية ولا نكبى بعد الطوفان ولا نكبى بعد الطوفان ولا تطبع ماء عرقية نحيي اليوم كجبهة مغربية لدعم فلسطين وضد الطبيع مناهضة الطبيع ذكر النكبة، إنها فعلا نكبة ولكن للأسف نحييها في ظل بعد النكبة كانت هناك النكسة في 67 والآن ربما هناك نكبة أخرى أكثر فظاعة، إنها الجرائم الإبادة المقترفة في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 76 عام وقبله، والشعب الفلسطيني يقدم التضحيات والكيان الصهيوني يمارس أبشع أنواع الإبادة، يقتل ويغتصب ويهجر إلى غير ذلك من المآسي التي راكمها الشعب الفلسطيني، لكن رغم ذلك فالشعب الفلسطيني ثابت صامد مصمم على انتزاع حريته، مصمم على حقه في العودة، حق 6 ملايين لاجئ المتواجدين في العديد من الدول وفي المخيمات مصممون على العودة، والمقاومة الفلسطينية حاليا وفي غزة وفي جميع المناطق تتشبث بحق العودة لجميع الفلسطينيين وبناء دولتهم المستقلة على كافة التراب الفلسطيني. إننا اليوم نعيش أبشع ما وصل إليه البشر من جرائم تقتيل والإبادة والتطهير العرقي والاغتصاب والتجويع والتهجير، يقترف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة. إننا أمام موت سياسة وموت الضمير العالمي وخذلان الدول العربية وخذلان دول الطوق وخذلان العالم ككل للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ولكن رغم ذلك نؤكد بأن هناك صحوة لدى الشباب، طلاب في أوروبا في إيرلندا فرنسا إنجلترا وفي الولايات المتحدة التي تعتبر شريكة في العدوان وشريكة في الجرائم، بل ما ليس شريكة، إنها طرف أساسي في الجرائم المقترفة ضد الكيان الصهيوني. هناك حركة طلابية رائعة مساندة للقضية الفلسطينية. إذا كان عنوان الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفائها هو التقتيل والجرائم، فعنوان الحركة الاحتجاجية العالمية هو حق الشعب الفلسطيني في العيش، حقه في الحرية، حقه في الاستقلال وبناء دولته المستقلة. اليوم كذلك ندعو الدولة المغربية كما سابقا ومن خلال جميع الفعاليات التي نظمناها إلى إسقاط الطبيع وإلى وقف جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. إنها ونحن متأكدون لن تجني الدولة المغربية إلا الخراب، إن الأماكن التي وصل إلى التطبيع لم تجني إلى الخراب، إن الكيان الصهيوني كيان سرطاني ما يمكنش يجي الربح موراه، وبالتالي نؤكد بأنه على الدولة المغربية أن تتراجع بل أن تعمل على تجريم التطبيع، وشكراً.